اب تشریف لاتے ہیں ہمارے مہمان قاری صاحب، قاری القرہ، فخر القرہ، زینت القرہ، قاری و حافظ محمد عبید الرحمن عازمی صاحب، جو کہ واکینٹ سے تشریف لائے. عالم و سالم، مرحبا، جی آیا، صد بسم اللہ. وہ مختصر وقت میں کلام مجید فرقان حمید کی بڑی اچھے اور احسن انداز میں تلاوت فرمائیں گے. قاری محمد عبید الرحمن عازمی صاحب واکینٹ سے تشریف لائے. عالم و سالم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أوليس الذي خلق السماوات
بلى وهو الخلاق العليم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أول مرة وهو بكل خلق عليم وضرب لنا مثلا ونسي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي وهو بكل خلق الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم
زور اگر تسی بھی چلاو تو کوئی میرے خیال ہے تواڈا کو وہ نہیں گھٹ سکدا اگر اسلام آباد چھوڑ کے بندہ جوان اتنا زور لا رہا ہے تواڈا ہی حق بڑھنا کتنا بیٹھا صبح 9 بجے کا میں انتظار بھی کر رہا ہوں صبح 9 بجے سے آپ کو قرآن سنانے کے لیے بیٹھا ہوں أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما كل شيء وإليه ترجعون سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فغدا والذي أخرج المرعى ف
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألها
قد أفلح من زكى. وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم.